تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الديس مجموعة المسيلة رفقة أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالمسيلة في عملية مشتركة بوضع حد لشبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج وتهريب المؤثرات العقلية ضمن جماعة إجرامية منظمة، من توقيف شخص وحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة تقدر ب 10342 كبسولة نوع بريغا بالين 300 ميلي جرام ذات صنع أجنبي كانت مخبأة بإحكام في سيارة سياحية